السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة خليفة الغزالي، اليوم إن شاء الله جبت لكم فيديو جديد حول مضخة الغطاس. هاد المضخة اللي جابها لي واحد الكليان، ملي كينزلها في البئر ما كتطلعش الماء، ملي كيطلعها الفوق وكيدير ليها واحد السياج كتطلع ليه الماء. الصبيب ناقص بزاف بحال هاد الطريقة كما كتشوفوا، الديبي ديال الماء ما خارش مزيان. إذا اشنو المشكل اللي فيها؟ تبع معايا الفيديو باش تستافد ان شاء الله، وغادي نشوفوا اشنو هو البروبليم اللي كاين. صاحب المضخه كيظن بان هذه المضخه تحرقات، ولكن السبب هو انه قام بتوصيل المضخه بنفسه. اذا اخواني، كل الفيديوهات اللي كاينين عندي في القناه راه فيهم طريقه توصيل مضخه الغطاس بطريقه صحيحه. الا ما تبعتيش التعليمات ديال طريقه التوصيل، راه المضخه ديالك ما غاديش تخدم لي. المتابع، هنا عندنا ثلاثه الحالات اللي كيوقع فيها هذا المشكل، يا اما من الكوندنساتور، يا اما من التوصيل ديال الاسلاك، يا اما فعلا المضخه محروقه. اذا غادي نديروا واحد المحاوله وغادي نشوفوا. اول حاجه غادي نكونتروليوها هي الكوندنساتور. قبل ما نكونتروليو الكوندنساتور، غادي نديروا امارش المضخه باش نشوفوا الروتور ديال المضخه، الدوران ديالو كيفاش داير، واش الدوران خفيف ولا بواحد السرعه. اذا كما كتشوفوا اخوان، هنا غادي نديروا امارش. هنا عندنا في هذه الحاله البومبا والروتور ما كيدورش، كيبغي يتحرك، كيبغي يدور على اليمين، كيبغي يدور على اليسار، ولكن ما كيخدمش. هذا المشكل كديروا مره كديروا الكوندنساتور، لان هي اللي كتلونسي الموتور باش يخدم. هنا ملي دورت بيدي راه دار على اليمين، هنا دار على اليمين، بالنسبه الاتجاه الاخر دار على اليسار، يعني كيدور على اليمين كيدور على اليسار، مستحيل انه يشد واحد الاتجاه. هنا شكيت في كوندنساتور، اذا غنجيبو كوندنساتور وغادي نبدلوها. الا دار لينا نفس المشكل، اذا عندنا المشكل والعطاب في البرونشمون ديال الخيط. كما قلت لكم اخواني المتتبعين، الناس كتفرج في الفيديوهات ما كتكملش الفيديو، باش تستافد ما كتكملش الفيديو، كيشوف كيفاش خدمه البومبا ولا كيفاش تبرونشات بالزربه كيبرونشي وكيقطع الفيديو. اذا غادي نبدلوا هذا الكوندنساتور وغادي نشوفه، ومن بعد تبع معايا الفيديو حتى الاخر باش تستافد. اخي المتابع والمشاهد، انا راه الهدف ديالي هو انك خصك تستافد. كندير واحد المجهود وكنبذل واحد المجهود كبير باش نديرو في هاد الفيديوهات، وللاسف الناس ما كتفرش باش تستافد. انا الهدف ديالي هو انك تستافد وماشي للمشاهدات او ليزابوني. داكشي كيبقى الاختيار ديالك، الا عجبتك القناه وعجبك المحتوى ديالها راه كدير فيها ابوني وكدير فيها اشتراك باش تبقى ديما متبعه باش تستافد من بزاف ديال الحوايج، لان هذه القناه كتخص كل ما يتعلق بالمنزل ديالك. غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال طريقه توصيل مضخه الغطاس، غادي تفرج ان شاء الله وغادي تستافد منها. المضخه بالنسبه للثمن ديالها تقريبا دايره شي 24 حتى 26 28 الف، ما غاديش يضيعها الكليان على واحد السبب بسيط، غادي يضيع مضخه وغادي يمشي يشري مضخه اخرى. هذاك الشيء علاش حنا كنديروا فيديوهات باش الناس تستافد. وهنا كما لاحظتوا الاخوان، راني بدلت الكوندنساتور ودارت ليا نفس العطل. اذا العطل اللي غادي يكون في البرونشمون ديال الاسلاك، كيفيه توصيل اسلاك او علبه مضخه الغطاس. انا ان شاء الله غادي نشوفوا هاد الاسلاك اللي راكبين وغادي نحلوهم وغنحاولوا نقلبوا الاسلاك، لان الاسلاك الى قلبتيهم غادي يعطيك الروتاسيون ديال العكس ديال الدوران ديال المضخه، ما غاديش الدور بديك النسبه ديال الدوران ديال 2800 مثلا في الدقيقه، كدور قلب. ورغم ذلك ربما نقلبوا الخيوط ويدير لنا نفس المشكل، لان البرونش مو خاصها تحط كما هي. غادي نقلبوا الخيوط ان شاء الله وغادي نديروا واحد السياج وغادي نشوفوا حتى نديروا البرونشمون والتوصيل الصحيح. هذه الطريقه انا كنوريها بالنسبه للحرافي خاصو يدير هاد التعليمات، وبالنسبه حتى لمول الدار الى بغى يبرونشي
الراسو خاصو يمشي على هذه الطريقه ديال كيفاش خاصك تعرف العطب اللي كاين في المضخه ديالك. في الاول راه قلبنا الخيوط ديال الكوندنساتور دار لينا نفس المشكل ما خدمش. اذا دابا غادي نقلبوا الاسلاك ديال المضخه. القهوي مع القهوي، وعندنا الاسود مع الازرق، وعندنا الازرق مع الاسود. هنا البرونشمون خدامه مزيان، هانتوما كما كتشوفوا البرونشمون خدامه مزيان. اذا ديما تنتبع الروتاسيون ديال الموتور، ما غاديش نتبع الالوان. هنا عندنا الدوران ديال المضخه ولا كيدور بشكل صحيح، وان شاء الله غادي نرجعوا البومبا المكان ديالها يعني التوربين، وغادي نديروا واحد ديسياج، وغادي نشوفوا الديبي ديال الماء اللي كان خارج في الاول ما كيشبهش الديبي ديال الماء اللي خارج في الثاني. غادي نرجعوا لي توربين، غادي نجمعوهم مع الموتور ونحاولوا نديسيريو هاد البولونات مزيان. ملي غادي نركبوها نحاولوا نزيروا البولون مزيان باش ما يبقاش يتحرك، لان الا بقى كيتحرك كيتهرس لينا الارض، وهذا مشكل اخر كيوقع في هاد المضخات. الا كانت البومبا ما مديسيرياش مزيان الارض كيسخن وكيتهرس. وان شاء الله غادي ندير لكم فيديو على هاد العطب حتى هو، وغادي نسيو ان شاء الله، وغتشوفوا معايا الديبي ديال الماء اللي كان خارج في الاول، وغادي تلاحظ الفرق. نزيدك معلومه اخي المتابع، هاد المضخه راه كتخدم ب 220 220. بالنسبه لهاد المضخات ممكن تخدم لهم الطاقه الشمسيه، الا كان عندك اهتمام بالطاقه الشمسيه راه ممكن تخدمه بالطاقه الشمسيه باستعمال الفارياتور اللي كيخدم غير بنهار، مثلا تخدمه غير بنهار بلا بطاريات. وان شاء الله غادي يكونوا عندنا فيديوهات خاصين بالطاقه الشمسيه، وكنتمنى هاد القناه تنال الاعجاب ديالكم، والقناه مازال يلاه في البدايه ديالها. كنشكركم بزاف على الدعم وعلى التعاليق، سواء كانوا ايجابيين او لا سلبيين راه منهم منين كنستافدوا. وان شاء الله نديروا تجربه وغادي تشوف الديبي ديال الماء كيفاش كان من الاول ملي كان فيه العطب، ومن بعد ملي صلحنا العطب ديالنا غادي تغير. شوف كي كان هنا في الاول ومن بعد الاصلاح كاين فرق كبير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.